جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، انقطعت الأمطار، فبما تنصحنا؟ قال: بالاستغفار. ثم ذهب، فجاءت امرأة فقالت: يا أبا سعيد، لم يرزقني الله بالولد، فبما تنصحني؟ قال: بالاستغفار. فذهبت، فجاء رجل فقير فقال: يا أبا سعيد، إني رجل فقير، بما تنصحني؟ قال: بالاستغفار. فقال: من عنده؟ وكل شيء حله بالاستغفار؟ قال: نعم، إنه قول الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. جاءك الهم أكثر من الاستغفار، تأخر المطر أكثر من الاستغفار، أصابك ضيق الصدر والكآبة، عليك بالاستغفار. تأخر المال وازدادت الديون وكثرت الهموم، عليك بالاستغفار. ليس هناك أفضل من الاستغفار. كان لقمان يجلس مع ابنه فيقول له: يا بني يا بني، أكثر من قول اللهم اغفر لي، دائما قل اللهم اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعة إجابة لا تدري، فلربما وافقتها. قل دوما: أستغفر الله، في صباحك ومسائك، في ركوبك وجلوسك وقيامك وقعودك واضطجاعك، أكثر من الاستغفار. كان النبي يجلس في المجلس فيستغفر الله 70 مرة وأحيانا 100 مرة، وكان يكثر من قول اللهم اغفر لي، وكان يقول أحيانا: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ولما انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف ثم سجد، فسمعه الصحابة يبكي يبكي وهو يقول: اللهم اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم، اللهم لم تعدني هذا وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان أحد العلماء ممن أدركناه إذا ركب السيارة يكثر من الاستغفار طوال ركوبه للسيارة، فسأله أحد أصحابه: يا شيخ، أنت في سيارتك دائم الاستغفار، لما؟ هل في هذا فضل؟ قال: ألم تسمع قول الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ فإنني أفعل هذا عل الله ألا يصيبني بحادث في هذه السيارة. لا يعذبك الله وأنت تستغفر، يفرج الله همك إذا استغفرت. هذه امرأة اتصلت على الإذاعة يوما عندنا فقالت: أصبت بالعقم، 15 سنة عجز الأطباء، كل طب حاولته، كل علاج فعلته، كل بلد يتكلم الناس عن طبه سافرت إليه، 15 سنة حتى أيست. فسمعت نصيحة من إحدى الأخوات تقول لي: عليك بالاستغفار فقط. تقول: فظللت أستغفر الله أنا وزوجي 6 شهور، 6 شهور لم ينقطع من الاستغفار، مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، 6 شهور بلا ملل ولا كلل. فاتصلت علينا في الإذاعة تقول: أبشركم، رزقني الله عز وجل بالولد. بعد 6 شهور من الاستغفار، إذا خرج الاستغفار من القلب ارتفع إلى السماء ففتحت لها أبواب السماء.